صافي الشوري حنا كنطلعو باش كيعمل خدام الشوري باش يخرج مساء الخير متابعي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر من مدينة سلا. بالضبط حنا كنتواجدوا في سيدي إبراهيم بوعجول. هذه المنطقة هذه اللي كنعرفوا بأنها فيها يعني الشركات والعمال اللي كيجيو يعني كيخدموا في الصباح، يعني كاين اللي كيفيق مع كاين اللي كيفيق مع الخمسة الصباح، كاين اللي كيفيق مع الستة الصباح، كيدوز من هذا الباساج هذا من هذا الباساج اللي وريناكم. هاد النقطة هادي يعني كما كنقولوا نقطة سوداء من طرف مرة كيتعرضوا يعني للسرقة والكريساج من طرف اللصوص اللي يعني اللي كيجيو من شتى الأماكن، كيتربصوا للناس هنايا، يعني كيتربصوا كيجيبوا شي موطور يعني على حسب القول ديال الناس، كيديروا راسهم بأنهم وقع لهم شي بياسة ولا شي قادو شي حاجة شي موطور، من بعد كيتخبوا في هذيك البلاصه اللي وريتكم دابا، غادي نوجه الكاميرا ليها. من بعد كيتربصوا يعني بالناس اللي خدامين هنا، كاين اللي تضربوا راسو، كاين اللي كل واحد كيفاش كيديروا ليه باش كياخذوا لي التليفون او انتم تخدموا هنايا؟ لا ما خدمتش. يعني عاود باش المشكل كيوقع عندكم في هذه البلاصه اخويا؟ حنا عندنا مشكل هنا ديال هذا الباساج هذا، عندنا فيه الكريساج اخويا، ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه، يعني التكريساو هنا بزاف ديال الاشخاص. حنا خدامين في هاد في احد الشركات هنايا، ملي كنبغيو نخرجوا بحالنا كنخرجوا معطلين مع ديك الساعه ونص كنلقاو مشكل هنا ديال الكريساج. هاد النهار هاد الصباح هذا كريساو السيد هنا ديالنا راه فينا تعرضوا ليه في الباساج، ضربوا الراس ما شحال مغرزه دابا، راه مازال ما جاش من الطبيب باش نكشفوا الحاله ديالو، وكيمشيو كيجيو كيضربوا كيغريسيو واحد كيغيب واحد 15 يوم كيولي يجيو عاوتاني، دائما الكريساج الكريساج دائما. كنجيو في الصباح كنلقاو مشكل، كنجيو مع 8 ونص كتلقاو 8 ونص كنلقاو عاوتاني الطريق حتى حتى العيالات ما بقاوش يقدروا يدوزوا. ولينا كنجيو اما مجموعين ولا كنجيو ضروري ندوزوا بينا 6 7 8 ديال الاشخاص باش نقطعوا هذا الباساج هذا، دائما مشكل عندنا في هذا الباساج. ملي كيجيو هاد كيجيو كان في واحد كل واحد السكن، كل واحد ملي كيجي كاين اللي كيجي من كاين اللي كيجي من احد السكن هنا من احد البرارك هنايا، كيجيو بالماطر كيبقاو هنا يدورو، ملي كيشوفوا الدنيا هانيه وداك الشيء كيطلعوا راه في الباساج كيحطوا الموطور هنا كانهم اشخاص عاديين. كيتعملوا خدامين زعما بحال خدامين كيديروا بريكولات وداك الشيء، ملي كيدخل معاهم الشخص للباساج كيتكبوا عليه بالجناوه والسيوفه، كيديروا ديك الممتلكات ديالو وكيطلقوه. هذا الا ما ضربوهش، هذا الصباح هذا تعرضوا السيد ضربوه ضربوه ما عطاو والو، كنزلوا عليه الراس شقوا له الراس ديالو. الاسبوع اللي داز واحد الصديق ديالنا هابط غادي بالسبت يسافر بحالو، تلقاو ليه مع ديك جوج ونص، داو له جوج تليفونات ديالو وشي 300 درهم او 500 درهم داوها ليه، وشي وعينا بشكايات عينا بشكايات. عاد البنت عاوتاني في الصباح ما كيجي ما كاين لا امن لا والو، الامن كيجي كيجي بالموطور ديالو ما كيوقفش حتى خمسة دقائق كيولي يقلب. يعني هذا المشكل هذا راه ما بغاش يتفسح كاع ما بغاش يتحل كاع عائق ولا عندنا. السلام عليكم، كنطلب سميتو بالامن الوطني الدخل في هذه المنطقه هذه حيت عندنا ديما فيها مشكل.
كنلقاو في الصباح انا براسي كنطلع في الصباح تكريتي شحال مره داو لي التليفون شحال مره تكريتيت وكندير شكايه ما كيتسجبوش معنا الامن الوطني. دابا كنطلبوا الامن الوطني يتدخل ولا يدير لنا هنا شي دوره تكون كل على الاقل كل يومين كل ايام. اه دابا بعت مره كنطلع انا بالطوموبيل كنخاف على راسي هنا بالطوموبيل بعت مره كنطلع بالطوموبيل كنخاف على راسي بالطوموبيل كيتعرضوا لي بالطوموبيل. يعني على الاقل تكون واحد الدوره ديال صحاب المواطن يديوه هنا على سميتو على الباص. كاين دابا كاين واحد الحل واحد الحل واحد سميتو واحد كاين البراكنا ديال الحلاله هما اللي كانوا دايرين لنا المشكل. دابا ملي ما حولوهم ولاو كيجيو بالمطار كيوقفوهم مع سميتو مع القنطره هنايا كيعاود كيحدو بنادم قرب عنده كينزلوا له ب 14 كيديروا الممتلكات ديالو الا ما بغاش يعطيهم كيضربوه. دابا كنطالبوا بالجهات المسؤولين ولو عبد اللطيف الحموشي يدخل لنا الله يجزيك بخير. والعمال ديالنا راه كلشي كيتشكاو من هذا المشكل هذا وسميتو. وبمناسبه القدر يعني حنا كشركه سميتو نعطي كنوب عليهم بعزائنا واحد اللي راهين وحنا كلنا راهين ومضامنين معاه والله يرحمه ويوسع عليه ولحقنا به مسلمين. امين امين. هادشي اللي كاين خويا. اسمح لي انا ديما كندوز من هنا انا خدام في واحد الشركه هنا. هاد الباساج ديما كيتكريسا فيه بنادم بالعلال اللي كيتكريسا فيه بنادم ما كاين لا امن لا والو كيجي المخزن مره انا شحال من مره كندوز منك كنلقى مريح شحال القنطره تيديروا الدوريات هنا غير مره في الشهر خاصهم الدوريات خاصهم يجيو ديما ما كيجيوش في الوقيته اللي ما كيجيوش في الصباح ما كيجيوش بالليل حشومه كاع والناس كيطلعوا من هنا بزاف وهاد الطريق هادي كان كيدوز منها بزاف ديال بنادم بزاف ديال العمال الشركات كاينين بزاف هنا وهنا كاين باراج انا حضرت واحد جبد عليه السيف مباشره قدامي جبد عليه السيف صافي جبد عليه السيف ما صاب ما كيدير مسكين صافي ضربوه قلعوا لي رزقهم مشى بحالاته. شكون غير كطالبوا شنو كطالبوا؟ حنا بالامن الوطني غيدير الخدمه ديالو خويا. حنا بغينا الامن الوطني يدير الخدمه ديالو ويتحرك ويشوف هاد الناس اللي مضرين هنايا. راه بزاف ديال الناس العيالات كيتكريسا واش العيالات امك تم جايه خدامه كتكريسا مسكينه ولا اختك ولا داك ماذا كيبدا مع 8 الصباح اغلبيه كيجيو مع العشيه اغلبيه من 5 لهيه دايرين هما التوقيت ديالهم دابا هما كيعرفوا الناس خدامين هنا ولا تيتبدل المطار ولا لا ديما كيجيو ديما كل مره كيجيو جوج ثلاثه ديما مريحين في القنطره فهاد البلاصه هادي معروفين الناس اللي خدامين هنا وكدا هادي هما كيجيو البلاصه الناس اللي خدامين فيهم ما كيجيش ليها الامن ما كيجيش ليها الامن بصفه عامه البلاصه كيعزلوها يعني بعيده كيعزلوها حقاش بعيده على الاحياء الراقيه شويه وكدا كيجيو لهنايا باش كيجريسوا على خاطرهم كيهربوا مع السكه كيمشيو مع السكه ولا يديماري موطور وهرب كيجريسي مره اللي جا كيجريسي حنا خدامين حتى كيطلع اليوم طلع السيد مشقوق من راسه مضروب كاع كله دم راه قلنا قال لك كريساوني داو لي تليفون وكذا حشومه شي عيب وعار هادشي كنتمناو حنا من هادشي بغينا شي يحيد فهم بغينا يحيد خطره نهائيا. حنا خدامين كله كيترزق الله انا على وليداته هاد الناس الله السلام عليكم اخويا. انا اللي ما بغاش يتفهم لي هو علاش تتفوت غير هاد القنطره تتقرب للسلام مثلا تتلقى كون قنطره فيها جندارم وشي عسكري مثلا ولا بوليسي اي قنطره تال هادي ما فهمتش علاش حيت حنا دراوش وحنا دابا كل نهار تيتفرقع واحد فينا يلا وانا كاري وعندي وليدات ديك النهار تلقاو لي داو لي 3000 درهم هنا يلا شنو الحل؟ راه حشومه هادشي والله الا حشومه. والمشكل الكبير ها الباراج ها هو فهاد البلاصه هادي ها هما بنات خدامين هنايا بنات الفروي بنات الفروي خدامين هنا اللي طلعت يديو ليها رزقها. دابا فاش ولاو تيحطوا السيكيريتي بالليل تما ضروري عاد يطلعوا. حنايا دابا الا ما تجمعناش كيب ما نقدروش ندوزو ما فهمناش علاش حنايا ما تيبغيوش يستجبوا لينا هذا المخزن علاش حنا حيت دراو الزعمه ولا شنو؟ وهذا هو اللي كاين اخويا نتمناو من الله يديروا شي خير. السلام عليكم. واحد النقطة أخي هي بالنسبة لنا حنايا بعض المرة كنكونوا كنديبلاصاو بزاف بعض المرة كنديبلاصاو بكري مثلا كنوضو مع ديك الربعة ولا الخمسة ولا هذا مع ما تقدرش تدوز من هنايا مع الربعة ولا مع الخمسة. إلا دزتي مع الربعة ولا مع الخمسة راه كن أكيد أنك غتكريس وبزاف ديال الدراري ديالنا ساكنين في الجهة الأخرى من السكال تحت أبواب سالة ولا في حليمة في أغلبية ديال أغلبية ديال الأوقات كيحاولوا يبقاو يطلبوه ولا يديو الكاميو يبيتوه مثلا ولا الطوموبيل يبيتوه واحد الدار باش يطلعوا. اما باش يطلع على رجلو ولا ما كانش وسيله النقل راه ما يمكنش يمشي في الوقت كيضطر انه يتعطل على الخدمه ديالو مثلا كان خاصو مثلا يدي بلاصه لواحد المدينه يكون فيها في واحد الوقت معين كيصدق كيتعطل
كيمشي مثلا معطل ومن كيمشي معطل تمشي المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه رب العام الله يحسن العوان، يعني خاصك تمشي في الوقت. هذه النقطه اللي بغيت نضيفها انا الاخوان، والسلام عليكم. شكون اللي باقي؟